قصة النجار العجوز. كان هناك نجار يعمل لسنوات طويلة لدى مقاول في بناء المنازل، ولأنه كبر في السن بدأ يشعر بالتعب، فقرر ذلك النجار أن يتقاعد من عمله ليعيش حياة أكثر راحة مع زوجته وعائلته. وبالفعل أبلغ المقاول عن نيته لمغادرة أعمال بناء المنازل. شعر المقاول بالضيق قليلاً، لأن نجاره الجيد ذو الخبرة الطويلة سيترك وظيفته، لكنه وافق واشترط على النجار أن يبني له آخر منزل ومن ثم يغادر العمل. ومن دافع الخجل وافق النجار على طلب المقاول. وعندما بدأ العمل في بناء آخر منزل له، لم يكن النجار يتقن في عمله كما كان في السابق. لجأ إلى صنعة غير متقنة، واستخدم مواداً رديئة لبناء آخر منزل في حياته المهنية. كانت طريقة مؤسفة لإنهاء مسيرته. وعندما انتهى النجار من المنزل وجاء المقاول لتفقد المنزل، نظر المقاول للمنزل، وقبل أن يخرج منه بقليل سلم مفتاح الباب الأمامي للنجار وقال له: هذا هو منزلك، هديتي لك. كانت هذه مفاجأة كبيرة للنجار، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون مفاجأة جيدة، إلا أنه لم يكن على ما يرام، لأنه شعر بخجل عميق بداخله. فلو كان يعلم أنه يبني منزله الخاص لكان قد فعل كل شيء بطريقة أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.